أخبار اليوم. حضرات السادة الحضور، مساء الخير. بيشرفنا حضوركم معنا هنا على ضفاف نهر النيل الخالد في مدينة التاريخ، مدينة الأقصر الجميلة أيضا والخالدة. تستمر الرحلة معاكم مع نجاحات متوالية بتتم من أضلاع النجاح. مؤسسة أخبار اليوم، الاتحاد المصري لألعاب البليارد، واليوم يتعانق هذا النجاح مع مدينة الأقصر. نأخذكم من ضفاف البحر الأحمر إلى ضفاف نهر النيل الخالد. مجموعة من التكريمات الرائعة النهاردة بتمثل هذا النجاح الرائع بين أضلاع المثلث الناجح دائما، واللي بنتمنى له النجاح دائما في السنوات القادمة إن شاء الله.